الابتكارات تكشف الأسرار التي احتفظت بها الغابات طويلاً. ثمة حلول رائعة دفنت عميقاً تحت لحاء الأشجار، تتيح كيمياء الأشجار لنا استخدامها بطرائق لم تخطر لنا على البال يوماً. يمكن اليوم استخدام بدائل مستمدة من الخشب وقابلة للتحلل الحيوي للاستعاضة عن البلاستيك الضار. يمكننا الاستعاضة عن الجرافيت والمعادن الأرضية النادرة في البطاريات، وإيجاد ألياف جديدة ومستدامة تساعدنا على إعادة تشكيل صناعة الأزياء. تطور التكنولوجيات بصورة دائمة مواداً مستدامة مستمدة من الأشجار، من تلك التي تساعدنا على الشفاء إلى تلك التي توفر لنا مكانا للعيش وللعمل بالتزامن مع حجزها للكربون. لا شك أن الطائرات المسيرة المبتكرة تغير الطريقة التي ندير ونحمي من خلالها غاباتنا، كما أنها تساعدنا في الكشف على حرائق الغابات وإخمادها، ناهيك عن أنها تساعدنا على حماية التنوع الأحيائي والنظم الإيكولوجية الهشة. الغابات حلول جديدة لعالم أفضل.